بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هناخد في المحاضرة ديت هنتكلم على المونتي كارلو سيموليشن، وهيبقى في جزء في الشابتر بتاع الكتاب هيزود شوية في هيجيب بعض الايه البروبلم اللي ممكن كتطبيق ليها للمونتي كارلو سيموليشن، ممكن انوه عليها برضو في نهاية المحاضرة وفي الافكار بتاعتهم. ايه فكرة المونتي كارلو سيموليشن؟ هو فكرته عامة ان هو التايم مش ايه مش مؤثر، يعني التايم هو ستاتيك، انما الديسكريت ايفنت سيموليشن فدوت دايناميك. فاحنا هنا ستاتيك معناه ان التايم ما بيتاخدش في الاعتبار. المونتي كارلو سيموليشن فاحنا بالنسبة للمحاضرة ديت الامبيريكال بروبابيليتي بقول هنا ان احنا هنجيب حاجه اسمها الريلاتيف فريكوانسي، طبعا الفريكوانسي او البروبابيليتي بتاع ايفنت ايه هو عباره عن عدد مرات حدوث الايفنت على عدد المرات الكليه اللي انت عملتها، طبعا اللي هو الايه الريلاتيف فريكوانسي لما جواها انتوا لما بنيجي نعمل ايه الفريكوانسي تيبل ونجيب الريلاتيف فريكوانسي. فهو بقول هنا ان البروبابيليتي بتاع الايفنت ايه هيساوي فعلا البروبابيليتي الحقيقي لما الان اللي في المقام دي تروح للمال نهائي. فانا كده يبقى انا هجيب اللي هي الامبيريكال تقريبا هتقترب من الايه هتقترب من الثيوريتيكال، يعني هتجيبها تقريبا قريب جدا، او هيبقى في ايرور يعني غير هيبقى يعني ايرور بسيط. اوكي، فهو الفكره هنا ان لو انا بتكلم في الامبيريكال او الاكسبيرمنت، لما باجي اعمل اكسبيرمنت وعايز تراك ايفنت معين عن حدوثه وهيحدث ازاي، فانا بعمل التجربه بعملها ان من المرات، ومن الان من المرات ديت بكتشف الايفنت اللي هو اللي انت مهتم بيه اشوفه هيحصل كم مره، فالبروبابيلتي بتاعت حدوثه هيساوي عدد المرات على الان. فطبعا الليميت دوت بيقول لي ان انت دهوت هتحصل على البروبابيلتي بتاع الايفنت لما تكون الان ديت للمالانهايه. كلمه مالانهايه دي مش معناها يعني لا نهايه حقيقي، بس معناها ان هو عدد كبير كافي ويطمئن اليه ان انت خلاص الرقم ده مش هيتغير خلاص. اوكي، فدي الفكره بتاعت الايه ماتيماتيكالي كونستراكت ذا سامبل سبيس اند كالكوليت النمبر اوف ايفنت ايه ايفنت. هو هنا بيقول لي لو انا بعمل التجربه بتاعت الرول تو دايس اند اوبزرف ذا اب فيسز، فكره ان انا بعمل تجربه هنا، فالتجربه هنا التجربه ديت ليها ايه لها اللي احنا بنقول عليه الايه السامبل سبيس، سامبل سبيس اللي هو النتائج المحتمله كلها. فانا عندي هنا النتائج المحتمله كلها، فانا عندي بسميهم تو دايس، فانا عندي نتائج محتمله، طبعا الكلام ده كلنا عارفينه، هيبقى عندي واحد وواحد او لحد سته وسته، فانا عندي من واحد لسته، وعندي هنا من واحد لسته، فانا عندي 36 نتيجة محتملة. إيه لو أنا بقى مهتم، طبعا أنا مهتم بقى إيه الصم بتاع التو فيسز، لو أنا المتغير بتاع اللي أنا بهتم بيه مجموع الرقمين اللي فوق، فأنا عندي هنا إيه الإكس اللي هو بنسميه الانتجر فاليو راندوم فاريبل، بنسميه هنا راندوم فاريبل مش راندوم نمبر، لا هنا بنسميه random variable لانه ايه هيبقى خارج عن تجربه معينه وهيطلع لي ارقام الدومين بتاعها مختلف، يعني ماليش الراندوم نمبر بيبقى ما بين صفر وواحد، فهنا هيبقى random variable هيبقى ليه ماكسيمم وليه مينيمم وهيبقى ليه الرينج بتاعه مختلف هيبقى معروف يعني. فهو بيقول لي هنا ان الاكس هو ده الراندوم فاريبل، الاكس الكبيره دوت از ديفايند از ا بوسيبل فاليو اوف 2 ثروت 12،
انا عندي من اتنين اللي هو واحد زائد واحد اللي هما اتنين لحد اكبر حاجة ممكن احصل عليها ستة زائد ستة، هو دوت الايه المتغير العشوائي الاكس، هي الست بتاع كل النتائج اللي هي الايه فبقول لي هنا انا عندي هنا الصم الاكس دوت النتيجة، النتيجة بتاعتي، فبقول لي هنا النتيجة ان المتغير بتاعي يساوي الرقم ده، رقم محدد الاكس سمول يعني رقم محدد بعينه، انما الاكس كابيتال دوت الراندوم فاريبل متغير انا ما اعرفش هياخد ايه، بس بقول لما ياخد النتيجة اكس الصغيرة دي، فانا عندي هنا البروبابيليتي بتاع الايفنت ان المتغير ياخد القيمة دي، الايفنت ده الايفنت ده ياخد القيمة دي، البروبابيليتي بتاعته هتساوي طبعا عدد مرات حدوثه على العدد الكلي، فانا عندي ده ثيوريتيكال بقى، دي مش امبيريكال، ده ثيوريتيكال، لان انا عارف فراغ العينه هي سامبل سبيس، عارف انهم 36 وبقعد اعمل كده، فبقول ان انا دي حصلت عليها مره واحده بس ان الاكس يساوي 2، وعندي التوتال ب 36، يبقى انا عندي البروبابيلتي ان انا يحصل على رقم 2 دهوت 1 على 36، رقم 3 2 و1 او 1 و2، فعندي رقمين بيحصل على رقم ايه؟ رقم 3. فهنا البروبابيلتي ان انا لو انا بحذف التو دايس دولت او الزهرتين، بحذف الزهرتين دولت، فاحتمال ان انا احصل على 3 هتبقى 2 على 36، وهكذا الايه الستة عبارة عن 5 على 36 ولا 12 و1 على 36 اللي هي المرة دي بس، ده الكيس دي بس، فتحصل في ال 36 كلهم، فده الاحتمال حدوثه. فهنا البروبابيليتي بتاع 7 could be estimated by replicating the experiment many times and calculating the relative frequency of occurrence of AC. قال لي انا ممكن لو انا مش عارف العمليه الحسابيه ده ايه، مش عارفها وانا خلاص ممكن اقعد اعمل التجربه دي، احذف البتاعه ديت مثلا ايه زي 200 مره او احذفها 300 مره، وكل مره بحذفها اقعد اسجل الرقم اللي طالع، اقعد اسجل، فهيطلع عندي الايه دوت الرقم دوت ديت، واعمل الفريكوانسي، فالفريكوانسي بتاع كل واحده هتحصل من ال 200 او ال 1000 مره اللي هقعد احذفهم، ومن اقدر احصل على بالاكسبيرمنت اقدر احصل على البروبابيليتي ديت باستخدام الايه الريلاتيف فريكوانسي بتاعتي، تمام. فعشان كده هو قال لي لما تروح للملا نهايه فالقيمه دي هتبقى ايه يعني قريبه جدا من الحقيقه، فديت بالتجربه، انما ديت بالايه بالثري. فهو بيقول لي هنا طب ما احنا عايزين عشان اعمل، طب انا ما ينفعش اعملها بالسيموليشن بقى بدل ما دلوقتي دي هعملها حقيقي اخد ظاهرتين واقعد اعملها، ما ينفعش بدل ما اخد اقعد احذف في ظاهرتين كده ظاهر اعرف اعملها بالسيموليشن. قال لي دوت اقدر اعملها سيموليشن. فقال لي هنا عايزين نعرف على حاجه اسمها راندوم فاريبل او راندوم فاريت. راندوم فاريت از algorithmically generated realization of a random variable. هو هنا الراندوم فاريت هيعمل ايه زي بالالجوريزم، انت عامل لها الجوريزمك واخد بالك، عامل الجوريزم عشان يطلع الايه متغير اللي هو بيدي شيء حقيقي للايه للراندوم فاريبل اللي انت بتبحث عنه ده. فانا كده هعمل بديل بقى اقعد اعمل تجربه واقعد احذف واقعد اعمل الكلام ده، فاحنا عايزين نعمل بالسين. فبقول لي هنا الراندوم ميثود اللي احنا بنيناها في المحاضره اللي فاتت، فانا اقدر ايه اناديها بالايه، يبقى دي قيمه المتغير العشوائي اللي هو الراندوم نمبر اللي هو ناتج عن ان انا عملت كول او ناديت الراندوم نمبر، الراندوم ميثود اللي انا بنيتها بالطريقه اللي فاتت بتاعتنا. فانا عندي هنا جنريت، هو هنا الراندوم ديت هيولد يونيفورم راندوم فاريت، طبعا هنا صفر وواحد ما بين صفر وواحد يونيفورم. هاو كان وي جنريت يونيفورم ما بين اي وبي، لو انا عايز اعمل جنريت ما بين راندوم فاريت ما بين
A و B، يعني عايز أعمل algorithm يولد random variate يتبع الايه اليونيفورم ديستريبيوشن. هو بيقول لي كده الميثود ده سهل جدا. قال لي ايه لو بصينا على الرسمه الاول، فبقول لي ان انت عايز تجيب الراندوم نمبر اللي انت بتشتغل بيه اللي هو اليو اللي هو ما بين 0 و1، وعايز تحوله ما بين A و B. فقال لي كده يبقى انت عايز تقريبا انت عايز زاويه خط مستقيم على زاويه 45، يبقى المفروض ان عندي نقطه 0 و A وعندي نقطه 1 و B، فانا اقدر اطلع معادله الخط المستقيم وانا عندي U و X، فاقدر اطلع معادله الخط المستقيم دوت بدلاله النقطتين وبدلاله ايه طبعا الكلام ده ايه احنا عارفين. من هنا اخد المعادله ديت، يبقى دوت هيبقى random uniform random variate between او uniform random number random variable ما بين ايه ما بين A و B اللي هو الايه الابر واللور باوند بتاعه. يبقى عشان يبقى انا محتاج الايه الراندوم نمبر معايا عشان يعمل الحركه دي، والراندوم نمبر طبعا احنا اتفقنا على الراندومنس بتاعته واختباراته وكل حاجه وبقى مظبوط شغال حلو. فمن هنا هيبقى uniform random variate، هيبقى هعمل الميثود اللي هي ديت، هعمل هرجع معادلة الخط ايه معادلة الخط ده. فهو هنا بس بيقول لي باخد بالك لازم وانت بتعمل calling لازم ال A تكون اقل من B، عشان احنا ما بنعملش اختبار للحتة دي، ما بنعملهاش اختبار جوه بحيث تظبطها، لا انت ايه خد بالك ان لازم تكون ال A اكبر من B. وهنا ال A دبل وال B دبل معناها ان هو شغاله برضو، هتعمل ايه هتاخد قيم في الانترفل كلها يعني ما بين A و B، بس A دبل مش ديسكريت واخدين بالكم. فانا عندي هنا هيرجع ال A وادي المعادله وضربها في ال A هيرجع القيمه دي. الميثود اللي هترجع لي يونيفورم راندوم فاريت اوكي uniform random variable اوكي. طبعا هي معتمده على الراندوم نمبر اللي احنا اشتغلنا بيه اللي هو الايه اوكي. طب هو هنا قال لي فيه كمان، طب انا لو عايز ديسكريت، انا عايز ديسكريت مش عايز ما بين A و B بس ديسكريت. فهو قال لي هنا هنسميها equal likely random variable equal likely يطلع لي الايه. فطبعا هو بدا يمشي، احنا عايزين نعمل مابينج ما بين ديت ونوديها لايه يديني A و B بس ديسكريت بس من خلال النقطه دي. فطبعا هو بدا يعمل التحويلات بتاعته المابينج بتاعته لحد ما وصل ان المتغير هيساوي نفس المعادله اللي فوق، بس انت هتاخد الانتجر من الايه من القيمه دي الانتجر نمبر. طبعا هو زود واحد عشان ايه عشان ان انت لو هتخدته هتاخد اقل فانت مش هتجيب البي، فاحنا عايزين ما بين A و B. فهو هنا بدا خد، طبعا انتوا عارفين العلامه ديت اللي هي هو زود واحد وخد الفلور يعني خد الرقم اللي تحت الانتجر اللي تحت، فدوت هيرجع لي هو هنا هيرجع لي انتجر ايه انتجر نمبر. وهنا يبقى هي نفس المعادله بس هنا هترجع لي دي في الديسكريت. كلمه لونج معناها long integer a، يعني ال a ديت integer وال b integer. وبدأ هو لما هو يعملها بالحركة دي كده معناه يعمل لها حاجة اسمها casting دي معناها ان يعني حول لي الرقم بعد ما تحسبه هيبقى دبل، لا حوله له ال a ل integer كده معناها casting، بيعملها بالشكل كده. فدوت الميثود الالجوريزم اللي هي ايه هيديني راندوم فاريبل بس ديسكريت ما بين A و B اي ان كانت ال A و B. فهو هنا قال لي طب انا ممكن اعمل سيموليشن دلوقتي على ايه على موضوع الدايس دوت، ان انا بحذف واعمل سيموليشن مش محتاج بقى ان اقعد احذف. فقال لي ايه نشوف كده، بقول هنا اكزامبل 2 تو جنريت راندوم فاريت اكس that simulate rolling to fair dice and summing the result of faces.
هو هنا دلوقتي عايز يعمل ايه؟ يعمل مونتو كارلو سيموليشن عشان يعمل التجربة اللي فاتت دي. فهنا عشان ارمي دي ظا هنا كده، دي ده زهرة او دايس، ودي ايه؟ ودي دايس التاني. فلما لو انا حذفت دي هيرجع لي رقم ما بين 1 و6، ولو انا حذفت ديت هيرجع لي رقم ما بين 1 و6. اذا هجمع الرقمين مع بعض هيطلع لي المتغير اللي انت بتدور عليه، اللي هو الايه، الراندوم فاريت، اللي هو ناتج عن، او الراندوم فاريبل ناتج عن الايه، عن التجربه بتاعتي، حصل التجربه بتاعتي. واخدين بالكم؟ فهو بيقول لي هنا خد بالك ان ايه، خد بالك من الحته دي، ده اهي not equivalent. Note that this is not equivalent to، يعني المعادلة ده هي لا تكافئ المعادلة دي. تمام؟ الكلام ده احنا طبعا اتكلمناه للناس اللي خدت الكورس قبل كده، فاحنا قلنا ان هم ما بيكافئوش بعض. يبقى انا اقدر اعمل، عارفين هي ما بيكافئوش بعض ليه؟ في حد عارف يقول لنا؟ محمد فوزي؟ لان ده ماشي. اي متفضل يا محمد. لان دي يعني من 2 و12، يعني اي رقم ما بين ده وده، انما التاني من 1 ل6 بس. لا طب ما هو برضه هيدي دي تحدي ما بين 2 و12، الاثنين دول تحدي ما بين 2 و12. لا ما هو من 1 ل6، ما هو مش حجر النرد يا دكتور، من 1 ل6. اه تمام. ما التاني برضو انا قصدي ايه الفرق ما بين المتغير ده والمتغير ده؟ هل دولت بيساوي بعض، هما زي بعض، ولا في فرق بقى الاحتمالية بتاعت كنتيج رقم كنتيج؟ لا لا، هو يا دكتور اعتقد الاولاني، الاكويشن الاولانيه مور راندوم، يعني واخد براح اكتر من الاكويشن التانيه دي. لما نفصلها كده، يعني الدايس الاولى يبقى ليها الراندوم نص بتاعتها، والدايس التانيه تبقى ليها الراندوم نص بتاعتها، غير لما اجيب السميشن كده واقول ان هو ما بين 2 و12 هيطلع لي السميشن على طول. يعني ممكن تبان في النتائج اكتر يعني. طب انت شايف التوزيع دوت ايه يا محمد؟ توزيع ديت هيبقى توزيعه ايه؟ وده توزيعه شكله ازاي؟ تتوقع توزيع ده وتوزيع ده، اللي هو الفريكوانسي الهيستوجرام بتاعه، تتوقع شكله تتوقعه بشكل يعني مختلفين، الهيستوجرام بتاعه ده مختلف عن ده، ولا تقريبا هيبقوا شبه بعض؟ لحظة يا دكتور، هو الأولانية دي هتكون أدق، أدق بقى إزاي؟ يعني أدق في النتيجة، يعني هتكون مقاربة للإكزاكت فاليو. لو هنتكلم مثلا على، لو هستخدم مثلا المونت كارلو سيميليشن في إن أنا بحسب مثلا إيه مساحة دايرة مثلا. لا لا سيبك من الدايرة، لا أنا عم بتكلم على دي، هل التوزيع الاحتمالي الهيستوجرام، أنا عملت دي مثلا ناديتها 1000 مرة، وجيت رايح منادي دي 1000 مرة، وخدت الألف مرة عملت لهم هيستوجرام للنتائج، طبعا النتائج هتبقى مختلفة. النتيجة ديت ما بين 2 و12، والنتيجة دي ما بين 2 و12. لما أجي أرسم الهيستوجرام، هل أنت هتشوف، هل الشيب بتاع الهيستوجرام هيبقى مختلف، ولا هيبقى زي بعضه؟ تقريبا زي بعض. لا اللي هيختلف، هيختلف خلاف جذري ولا حاجة خفيفة؟ لا مش حاجة خفيفة، اختلاف جذري. طيب ماشي. محمد، مع محمد الأحول. ماشي يا دكتور، اختلف يا دكتور. بس ايه الايكويلايكلي دي؟ ايكويلايكلي، ايكويلايكلي ديت يونيفورم. احنا هنا، انت معانا، انت شكلك كده رحت شربت شاي ورجعت، شكلك لا صح؟ والله انا معاك، بس مش عارفة تلزق المعنى، مش عارفة افهمها قوي. طيب الفرق بينها وبين العادي ان انا اجيب يونيفورم عادي. اليونيفورم دوت انترفال، انما ديت سيت، دي بتديني سيت، انما دي بتديني انترفال، اللي هي الثانيه اليونيفورم الثانيه دي يديني انترفال. يعني ايه انترفال؟ يعني انا باخد كل الارقام ما بين A و B كريال نمبر،
دي كلها ريال يعني continuous. اوكي ده continuous. فالمتغير دوت بيمسح كله ماسح كله واخد كل الارقام يعني ايه ايه واحد من عشرة ايه واثنين من عشرة وثلاثة من عشرة وخمسة وواحد من مية كل الارقام انتر. انما الثاني equal likely دوت discrete يعني الارقام integer بيرجع لي ما بين A و B يبقى هرجع لي A ورجع لي A زائد واحد و A زائد اثنين و A زائد ثلاثة انما ما يرجعش حاجة ونص ما يرجعش نصاص ولا اربع ولا الكلام ده. تمام انا اللي زودت الواحد بقى هنا زودت الواحد ليه؟ لان انا باخد الفلور هنا باخد هنا شايف عارفه العلامه دي ولا مش عارفاها؟ لا مش عارفاها. طب العلامه دي معناها اللي هو مش انت عارفه ان انت لو انت عندك رقم دبل عايزه تاخدي الانتجر بتاعه ممكن تاخدي اللي فوق او اللي تحت. تمام حضرتك لسه شارحها ان احنا هنعملها بالكودينج عن طريق ان احنا نحول من الانتجر للونج. تمام انا بتكلم على الواحد نفسه ايه بقى؟ ما انا بقول لك اهو مش انت بتاخدي لما يبقى عندك رقم وفي جزء جزء عشري طيب. يعني مثلا سي 3 و 3 من 10 انا بقول لك هات الانتجر بتاعي هتقولي لي ايه هتقولي لي اخد هاخد الثلاثة الانتجر بتاعه تمام طيب. طب قلت لك لو عندي 3 و 7 من 10 هتقولي لي ايه الانتجر بتاعه كام 4 هتبقى 4 فهو قال ايه فهو قال هنا ان انا هزود واحد واخد الفلور يبقى لو هو دلوقتي لو هو هو هنا الواحد لان ايه لانه إيه طبعا انت ايه الكسره دكتور يعني ايوه ممكن اكمل الكسر يعني بدل ما تبقى 3 و4 من 10 تبقى 4 2 و3 من 10 يعني لو في كسر زياده يبقى اكمل الكسر وخلاص ايوه هو بيكمل الكسر بحيث ان هو يجيب الفلور بعد كده تاني يرجع لتحت تاني يعني هو ياخد الجزء اللي هو ال10 ده هو طبعا دوت لو يعني انتوا لما تعملوا تكتبوا الايكويشن وتعملوا تنفذوها يبان لك ايه يعني ايه سبب الواحد زود الواحد ليه لان احنا بنحاول الديسكريت دلوقتي فالايه هنا ديسكريت يبقى انا ناقص دلوقتي المفروض اني لما اضرب ده هي في اليو الفرق في رقم 10 اللي هو الراندوم من 0 و1 هيديني جزء من الاي ديفيشن المفروض ان الماكسيمم ايه المفروض ان لو اليو دي تبقى 1 المفروض ان دي تديني بي لما دي تبقى 1 طبعا عمر اليو دي ما تبقاش 1 هي 99% اخيرا 99 وشويه يعني ما بتاخدش الواحد بيوم فالمفروض لما بحضربها في ديت في الفرق لما تبقى قريبه جدا المفروض ان الجزء ده يديني بي بقى دي مالكم فهيطلع لي ما بين A و B. هو في طريقه يا دكتور معينه بيجيب بها الايكويشن بتاعت الراندوم فاريبل دهيت لاي اف اوف اكس يعني هنا مثلا لينير ماشي فجاب اليونيفورم في طريقه معينه امشي بها بحيث لو الشكل اللي في فيكس اتغير معايا باي حاجه اقدر انت يا محمد ده كل توزيع ليه الايكويشن بتاعته احنا دلوقتي بنتكلم على اليونيفورم ديستريبيوشن انا فاهم كلمة. أنا كل توزيع هيبقى ليه شغلته ليه معادله ليه طريقته في الشغل وهيبقى لنا دلوقتي حاجات تانية واخد بالك فدوت اليونيفورم طبعا طبيعي اليونيفورم لان انت بتعمل مابينج ب 45 درجة يعني بتنقل بالظبط كل حاجة زي بالظبط اياها انتوا عارفين الهيستوجرام شكل بتاع اليونيفورم شكله ازاي؟ الهيستوجرام بتاعه مش عارفين الهيستوجرام شكله ازاي؟ انه كله نيل نفس ال كله زي بعضه كله نفس كله زي بعض كله نفس البروبابيلتي بتاعته طيب طبعا الحاجات دي عايزة تتنفذ تجربوها وتعملوا على حاجات براكتس تبان في شكلها عامل ازاي. طب لحظه دكتور بس كنت بسال السؤال ده ليه؟ لانه في طريقه كنت شفتها اسمها ترانسفورميشن ميثود ان هو بيجيب اعتقد الانتجريشن بتاع الاف اوف اكس وبعد كده يسويها بالراندوم نمبر اللي هو اليو او الار على حسب نسميه ايه ويروح جايب الاكس في طرف فالايكويشن دي بتطلع معاه يعني لو طبقناها مثلا على اللينير دي بتلاقي الايكويشن بتاعت اليونيفورم ديستريبيوشن طلعت معاه اي بقى لف وفكس بتتغير
الاقي الايه، ان نلاقي تجيب يعني بنفس اللوجيك كده، تجيب الانتجريشن وتسوي. بص طبعا التوزيعات لها معادلات بتعبر عن التوزيع، يعني الاساس الرياضي بتاع التوزيع ماشي ازاي، زي مثلا توزيع النورمال، توزيع الجاما، توزيع بيتا، كل التوزيعات ليها شغل بتشتغل فيه، ليها بيئة وسيستم هي بتعبر عنه. فالتوزيعات دي ما جاتش من فراغ، جات عشان تعبر عن شكل معين من سيستم معين هو بيتعامل مع التوزيع. فهو تمام. دلوقتي ايه مشكلتنا دلوقتي؟ مشكلتنا ان احنا عندنا الداتا ورسمنا الكيرف وطلعنا التوزيع، بس احنا مش عارفين نعمله سيموليشن. فلازم نجيب ازاي نعمل مابينج. مابينج احنا خلاص بذلنا مجهود عشان نطلع الراندوم نمبر، اللي هو ايه الراجل الراندوم نمبر دوت ايكوال لايكلي، وكل الارقام هتيجي مره واحده بس في السايكل كلها، في السايكل كلها. فمن هنا يبقى المفروض انا عايز دلوقتي اعمل مابينج من ده، اجيب بقى الايه ما بين A وB ازاي اعملها. فهو بدأ يحول لك ديت واحده 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 لحد ما وصل قال لك الايكويشن ديت اللي هتعمل لي التحويله دي. فمن هنا انا عملت عملنا الميثود اللي هي هتروح هتستخدم الراندوم نمبر عشان تجيب لي الايه رقم عشوائي ما بين A وB. خدوا بالكم اوكي. فديت الايه الديسكريت، يبقى عشان اجيب يونيفورم ديسكريت يبقى ايكوال لايك للايكويشن ايكوال لايك. لو عايز يونيفورم دبل او كونتينوس يبقى هيبقى داله اليونيفورم، اليونيفورم ما بين A وB بقى. الاي وB على اي الاكسل حاجه على الاكسل عليك موجود على موجودة راندوم بتوين دي الديسكريت. ماشي. فانا عندي هنا الاثنين دولت، الاول واحده الثاني واحده وثاني واحده. النقطه ده هي الفرق ما بين الاولانيه والثانيه، ان الاولانيه هي ناتج عن تو راندوم ايه راندوم فاريت، تو راندوم فاريت، انما ديت ناتج عن وان راندوم فاريت. الفكره ديت طبعا مختلفه جدا. ليه؟ لان هنا الراندوم فاريت ده هيتعامل هيمشي لوحده وده هيمشي لوحده، لما نيجي اجمعهم على بعض يطلع شكل مختلف من الراندوم فاريت. الراندوم فاريبل بتاعه هيبقى مختلف، في الهيستوجرام والفريكوانسي تيبل بتاعه هيبقى مختلف. انما دوت هيديني يونيفورم ديسكريت ما بين 2 و 12، ده مش هيديني يونيفورم، لا ده مش هيديني يونيفورم. ليه؟ لان لو انا شفت الظاهرتين هيدوني شكل مختلف، اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الشكل ده. الشكل ده ما هوش يونيفورم، بيديني في النص بيزيد عندي 7، بيديني 6 على 36، يعني سوتس. على الأطراف بيديني 1 على 36، يبقى البروبابيلتي في النص أعلى من البروبابيلتي على الأطراف. فدوت إنما التاني هيديني اللي هو الشكل التاني هيديني كل البروبابيلتي زي بعضها، هيديني إيه؟ إيكوال لايكلي بروبابيلتي. تمام؟ يبقى طبعا الكلام دوت انت مش هتحسه الا اذا جربته وشفته عشان تبان. يعني انا لو انت انا لما اقول لك روح اعمل لي مونتو كارلو سيموليشن على سيستم معين، فالسيستم دوت الراندومنس بتاعته او الانسرتينتي اللي فيه جاي من اكتر من حاجه، ما ينفعش ان انت تهملها او ان انت تضمها في حاجه واحده، ما ينفعش. فهيديك ايه؟ هيديك هتبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتحل مشكله تالته، مش المشكله اللي انت مشكلتك، مش المشكله بتاعتك انت، التمثيل بتاعها مش مظبوط، فالنتائج بتاعتها مش هتبقى مظبوط، فالكونكلوجن هيبقى مش مظبوط، كل حاجه هتبقى مش مظبوط. يعني تمام؟ هنا تو ستريم، وهنا انت استخدمت واحد ستريم واحد بس. بغض النظر عن الستريم، بس انت عندك هنا منطقتين عشوائيه، تو ايفنتس، ده مجموع تو ايفنتس. الايفنت الاولاني اللي هو نتيجه الظاهره الاولانيه، والتاني زائد نتيجه الظاهره الثانيه. هل الاثنين دول ما لهمش علاقه ببعض؟ هم اندبندنت، ما لهمش علاقه. ده ممكن تكبر، دي تصغر، دي تصغر، دي تصغر، ما لهمش علاقه. انما الدوت ده وان ايفنت، ده بيديك نتيجه وان ايفنت. فطبعا وان ايفنت هيبقى دوت هيديني يونيفورم، كلهم ايكوال لايك، كلهم زي بعض،
انما دوت هيديني النتيجه المظبوط. فهو بينا بيقول لك ناقص خطر، خد بالك ان انت وانت بتعمل السيموليشن تبقى انت عارف الراندوم ريسك من حته وازاي بتعبر عن الايه، بتعبر عنها في في وانت عشان تولد الراندوم نمبر او راندوم فاريبل. هو هنا بيديني فكره جديده، بقول دي بيديك فكره هتستخدمها كتير في شغلك. بقول لي to select an element x at random from array. شايفين هنا انا عندي array، الarray ده هي فيها داتا، الداتا دي ممكن تكون مختلفه زي بعضها اي ارقام. فانا عندي مثلا هنا مثلا زي 3 من 10، هنا في 2 من 10، هنا في 7 من 10. انا عندي 3 مثلا، سيد عندي 3 ايفنت، يا 2 من 10 يا 3 من 10 يا 7 من 10. فانا عايز اخد واحد منهم راندوم، هاخدهم ازاي بقى راندوم؟ قال لي كده يبقى انا اقول لك حاجه، تاخدهم راندوم ازاي؟ احنا هناخد نعمل راندوم للاندكس بتاعهم. فالاندكس بتاعه هيبقى انا عندي انتجر، وهياخد ايكوال لايك طبعا الاري بتاخد لحد ان ناقص 1، لو الاري بتاعها السايز ان فانا عندي ان ناقص 1. فمن هنا هتولد الاندكس بتاعها من خلال الايكوال لايكلي ما بين صفر ايه وواحد. طبعا الفكره ديت لو انت بتتكلم على مثلا بتتكلم على ليست، والليست ديت انت بتاخد منها، ولما تاخدها تاخد المتغير ده فانت بتعمل لها ايه، ريموف، فانت شلتها من الليسته. الفكره دي مهمه خالص في بناء الالجوريزمز. انت دلوقتي عايز تبني الجوريزم معين، والالجوريزم ده بياخد زي مثلا انا عايز هختار جوب، انا عندي مثلا بعمل سكادولينج وعايز اخد جوب من العشرة جوب عشوائي، جوب منهم عشوائي، فهاخد ازاي؟ يبقى انا هروح هحط كل الجوبس في ايه، في اري، في ليست، والليست ديت هروح اولد الاندكس راندوم واروح اخده، وبعد كده اعمل ريموف للجوب اللي انا خدتها دي من الليست. يبقى بقت الان دي بقى هتنقص بواحد، بقت 9، هي كانت 10 بقت هتبقى بعد كده ايه، هتصغر شويه 1. يبقى هنا دي بقت 8، بولد واحد من 8، اروح اخد من ال 8 اسحب اعملها ريموف. يبقى انت بتعمل بتشيل من الليسته وتروح تعمل جدوله او تعمل شغلتك اللي انت عايز تعمل شغل. اوكي، فديت من الايه، من المهام الافكار اللي ممكن استغلها في بناء. تمام، هنا بقول لي جاليليو ذا دايس عامل تجربه، لو انا عندي 3 فير دايس ار رول، عندك 3 زهرات رميتهم، which sum of is more likely، which sum is more likely، اهن واحد فيهم اكتر احتماله اكتر، التسعة ولا العشرة؟ طبعا هنا بقول لي ايه بقى، بقول لي لو احنا شفنا التجربة ده هي كثيريوتيكال زي الحالة اللي احنا عملناها، هيطلع لي 216 possible outcome. يبقى انا عندي 216 احتمال، ال 216 احتمال انا عندي المتغير بتاعي، لو انت بتعمل صام المتغير حيبقى ما بين كام وكام؟ ما بين كام وكام يا عزة؟ معلش يا دكتور، مع حضرتك حاضر. المتغير ما بين كام وكام؟ هو أي احتمال ما بين 0 و1. المتغير ما بين كام وكام يا محمد؟ أي من 1 ل 6. الصم الصم لا الصم من 2 لكام؟ لحد 12. السري يا باشمهندس عز، احنا عندنا 3 من 3 لحد 18. يبقى احنا عندنا المتغير العشوائي بتاعي هيبقى متغير ما بين 3 و18. طبعا ده ناتج عن كام ايفنت بقى؟ كام راندوم؟ 3 ناتج عن 3 اندبند، ما لهمش علاقه باي ببعض. هو بيقول لي هنا لما قاعد يعمل بقى الحته الثيوريتيكال بقى الحاجات اللي هي عمل اللي هو السامبل سبيس، جاب السامبل سبيس عمل الفراغ وطلع كل الاوتكم، فوجد ان الاكس تساوي 9
يعني مثلا زي مثلا ايه، انا عندي 2 و1 و6 يبقى ادي 2 دي 9، 3 و3 و3 يبقى دي 9. فقال لي ان دوت حصل هيحصل 25 مره من ال 200 وايه من ال 216 ده يديني تقريبا 116 من ايه من ال. قال لي طب انا لو طب لو المجموع 10، قال لي هيديني 27 مره من كامل من 216. خدوا بالكم هنا بقى ان الفرق كام، الفرق 1 وكام، الفرق كام، 9 من 1000. الفرق ما بينهم في الاحتمال كام؟ 9 من 1000. هل التسعة من 1000 دي رقم طبعا صغير جدا، هل انت تقدر تجيبه بالسيموليشن؟ هل انت الحساسيه بتاعت شغلك، هل السيموليشن هتفرق ان البروبابيليتي بتاع اكس بتساوي 10، ان اكس بتساوي 10 يعني مجموعها 10 المجموع الثلاثة دايس هيبقى البروبابيليتي دي اكتر من البروبابيليتي بتاعت ان يكون بتساوي 9؟ هل السيموليشن هتبقى سنسيتيف لدرجه انها تشعر ان الاكس مجموع تدي احتمال اكتر؟ طبعا هنا النقطه دي عايز تعملوا انتوا تعملوا ريبليكيشن تعملوا ريبليكيشن وتشوفوا الكلام دوت عشان ايه، عشان هل الكلام ده فعلا. طبعا هوريكم دلوقتي الايه الدياجرام اللي هم عاملينه. The drawback of Monte Carlo simulation is that it only process produce an estimate. يعني طبعا هو الاستيميت يعني هو بيديك تقدير قريب بس مش هو الحقيقه، يعني هديك رقم بس قريب بس انت ما تقدرش تقول ان هو الحقيقه لو انت ما انتش عارف الرقم ده، لو ما انتش عارفه فانت هتقول ان هي estimate the probability بتساوي كذا، انما ما تقدرش تقول لو انت ما انتش عارف الايه theoretical بتاعه. قال لي large n does not guarantee a more accurate estimate. فانت الاستيميشن ما تقدرش تقول ان انت لو انا كترت الان هيحصل استابيليتي كامله، ما تقدرش تقول كده، هو هيحصل تقارب، هيحصل تقارب خالص بس ممكن ما توصل ما ايه ما تديكش برضو زي الايه زي التحليلي كده او الماثيماتيك كده مش هتجيبها كده. اوكي فانا عندي هنا، فهو بيقول لي هنا لو انا عملت السيموليشن، خدوا بالك هو هنا لو انتوا شايفين هو ما قالش هو عمله ازاي السيموليشن، ما قالش هو دلوقتي عمل مونتو كارلو سيموليشن بس ما قالش. انت تتوقع بقى يا محمد فوزي عمله ازاي مونتو كارلو سيموليشن هنا؟ عمله ازاي؟ هو ما قالش هو عمله ازاي، هو وراح على الرسم. ايوه دكتور، هو عمل جينيريشن لراندوم فاريتس لكل 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 دايس لوحديها بيزد على الايه اللايكلي ديستريبيوشن اللي احنا لسه متكلمين عنه. تمام، يعني هو عمل المعادله ديت بس عمل ثلاثة ومره واحده، فهو ارى دي، فلما اراها راح يعمل ايه بقى، راح يعمل يحط النتيجه في اري، يحط النتيجه في اري. الاري ديت من كام، من فيها 3 لحد 18. فلو كانت النتيجة 9، يعني احنا لو احنا عملنا الري من 0 لحد مثلا ايه لحد 19 لحد 20، من 0 ل 20، وروحنا قلنا لو الاكس بتساوي 3 روح حط في الري 1، هيروح يحط في الاندكس رقم كام؟ رقم 3، هيحط فيه 1 في الري. لو الاكس بتساوي 5 حط 1 في الري بتاع الاندكس بتاع 5، هيحط 1. هيقعد وانت بتعمل في الفور لوب هيملأ لك الاري. الاري بقى يا محمد مش هتتملي فين؟ ايه الحاجات اللي مش هتتملي فيها؟ هتديني صفر اللي هو من 0 ل 3 ومن 18 ل 20، من 0 و1 و2 هيبقوا لهم هيبقوا اصفار. فانت كده انت عارف انها هتديني اصفار، فانت هتروح بقى لما تيجي ترسم هترسم الايه، هيديك الفريكوانسي ايه، الفريكوانسي تيبل، تقدر تطلع الفريكوانسي تيبل وترسم رسمتك وتشوف الايه وتشوف الجزئيه دي.
فطبعا انا عندي هنا ايه عامل هو الاري اللي انا بقول لكم عليها ديت بدا عشان يملا وعمل فور لوب، والفور لوب ديت هتبدا تنادي فور لوب حوالين دي، وبعد ما بيولد حط في الاري اللي انا قلت لكم عليها ديت هيخزن القيمه بتاعتها يعني حط الاكس جوه الاري ده اهي وبدا يحط لها بلس بلس. لو الاري لو اي اكس بلس بلس يبقى زودها، لو هي ايه لو هي فيها لو هي لو لو الاندكس ده خلاص. كود بسيط جدا عمل ايه، راح هيعمل الفور لوب، والفور لوب هتشغل السطر ده هو مثلا 1000 مره. فالمفروض ان الاري بتاعتك دي هيبقى فيها 1000 ايه 1000 اراي بس متوزعين. اوكي فاحنا نروح نشوف كده التوزيع. فلما راح يشوف قال لي احنا عملنا بقى ايه، عملنا فور لوب وعملت 1000 مره، بس احنا هنا قعدنا احنا عاملين الايفنت اللي احنا عايزين نشوفه هو الاكس بتساوي 10 دوت احنا متابعينه، هو فقط اللي عايزين نرسم له التقارب للقيمه بتاعه. البروبابيليتي بتاع اكس بتساوي 10 ثيوريتيكال بتساوي كام؟ بتساوي 125. ده الايه الرياضه بتقول لي كده، بتقول لي هو 125 احصى بتقول لي كده لما 125 من 1000. فانا قعدت ايه جت عملت ريبليكيشن 1000 مره، عملت فور لوب وعملت 1000 مره. فوانا بعمل 1000 مره كل ما بعمل كل 20 هنا دي 100 يبقى الشرطه دي ب 20. عند كل 20 بروح اسجل الاري اللي عندي 10 الاندكس بتاعها ب 10 اروح اسجله اشوفه بكام، اسجله في اري ثانيه اقول عندي 20 اسجله في حاجه عشان اسجل النقط دي كلها النقط دي. فانا عندي طبعا 1000 على 20 هيبقى 0 مع 0 هيبقى انا عندي 50 نقطه، 50 نقطه عايز ارسمهم كل نقطه بعد 20 ريبليكيشن. فانا عندي النقطه دهيت اللي هي النقطه بتاعت 20 تقريبا ادينا مش النقطه ديت بتاعت 20 اللي هي دي، والنقطه ديت بتاعت 40 اللي هي النقطه دي، النقطه دي بتاعت 60، النقطه دي بتاعت 80، النقطه دي بتاعت 100. هو عامل ايه بقى، هو الراندوم نمبر بدا بانيشال سيد مختلف، عمل 3 انيشال سيد، دي واحده منهم اللي هي الستار وفيه المعين وفيه الدايره المفتوحه الفاضيه. فهو دلوقتي عمل ثلاث مرات السيموليشن ثلاث مرات، كل مره بيبدا بانيشال سيد مختلف. فهو بيقول لي هنا هل دلوقتي هل الانيشال سيد ليه تاثير ولا ماليش تاثير؟ فدي نقطه ان ممكن السيموليشن بتاعتك الانيشال سيد ياثر عليه. ثاني نقطه احنا قعدنا ندرس بقى تاثير الانيشال سيد ونشوف احنا هنقدر نوصل لل 125 ولا لا. ال 125 رسمنا لها خط ده اللي هو التارجت بتاعنا او الايفنت اللي احنا بندرسه. فاحنا بدينا ايه بدينا نسجل النقط لو احنا استمرينا على دي بس فقط دي بس. هتبصوا على الستار اللي انتم شايفين هنرسم، احنا رسمنا خط كده خط كده خط كده اللي هو منكسر هيمشي ورا الستار. هي ايه الانيشال سيد دي؟ معلش يا ايمن انت سمعت المحاضره الاخيره؟ انا خالص لسه ثاني محاضره. ما سمعتش محاضرات خالص؟ المحاضرات الاخيره لسه ثاني محاضره. لسه ثاني محاضره. الانيشال سيد يا ايمن لو انت هتروح تشغل الراندوم نمبر في اي بروجرامنج لانجويج اي حاجه عايز تستخدم الراندوم نمبر، عشان تستخدم الراندوم نمبر هيقول لك حط لي انيشال سيد. حط لي انيشال سيد ليه؟ عشان اعرف لما يقول لي تقدر ترجع السيموليشن بتاعتك تاني تجيب نفس النتائج اقول له اه اعرف. يقول لي تقول له ازاي؟ اقول له خد الانيشال سيد بتاعتي وهو هيديك نفس النتائج. يبقى الانيشال سيد هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتخلي اي شخص يطلع نفس النتائج تاني لما اديله الانيشال سيد بتاعته. اوكي عشان اقدر اولد النتائج تاني.
فالانيشال في الراندوم نمبر يا ايمن اي راندوم نمبر اللي هي العشوائيه اللي هيجيبها بتعتمد على البدايه اللي بداها انت بدات منين فشكل العشوائيه بتختلف فعشان احنا في اي سيموليشن ستادي لازم ابدا مثلا اعمل 5 ران كل ران يكون لها انيشال سيد مختلفه وبعدين اجيب المتوسط بتاع النتائج عشان ما يبقاش ايه ما يبقى ازل تاثير الانيشال سيد من الدراسه اوكي فمن هنا الدراسه بتاعتي هنا اللي هنا انا بعمل سيموليشن ستادي بتعمل سيموليشن ستادي ليه عشان اجيب باكد هل السيموليشن تقدر تجيب لي البروبابيليتي ديت ولا لا والديفيشن بتاعها هيبقى قد ايه فانا دلوقتي بعد ما اعمل طبعا انا دلوقتي بدرس لو انا بدرس جوده الراندوم نمبر بتاعي اللي انا شغال عليه الراندوم نمبر ده فهل الراندوم نمبر ده كويس وبيقدر يوصل ولا لا فانتوا لو لاحظتوا هنا معايا هتلاحظوا ان انتوا في الاول كان في الديفيشن كان عالي وممكن ما يبقاش عالي بس ممكن يبقى عالي بس ده إيه؟ وبعدين برضو لسه رفع طلع فوق بعد 40 بعد 40 ريبليكيشن الديفيشن طلع لفوق بقى 155 البروبابيليتي ان اكس تساوي 10 155 من 1000 بعد كده بعد 60 بدا يقرب بعد 80 بدا بقى على الخط نفسه وبعد كده بدا يحصل ديفيشن تاني وبدا لو انتوا رسمتوا بقى هتلاقوه عمال يقرب من التارجت خالص ويبعد ويقرب تاني واللي يروح ويرجع تاني تمام هو هنا بقول لو انت كترت بقى عملت 10000 في ال 10000 هتبص تلاقيك ايه بتقرب اوكي فهنا النمبر اوف ريبليكيشن المفروض بتعدي فتره معينه يحصل النتيجه يحصل يتقرب تقرب لما تقرب خالص من التارجت لما يكون البرسنتج ديفيشن في حدود معينه اكسبتابل مقبوله يبقى انا كده خلاص يبقى انا كده اقدر ايه اقدر احدد انا هعمل كام ران همشي هعمل كام ريبليكيشن عشان يبقى كده انا السيموليشن بتدي نتائج خلاص قريبه من الايه من الحقيقه فبقول لي هنا لو انت لاحظت ان 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 شايفين الانيشال سيت دوت اللي هو الدوائر وبدا يقرب هو كمان لو انت لاحظت اللي هو المعين كان اداؤه غريب جدا المعين اللي هو ده الانيشال سيت ده لو انت لاحظتوا كان اداؤه غريب جدا ان هو كان نازل معظم الايه كان اندر استيميت كان تحت على طول وبعدين بدا يقرب بقى بدا يقرب كل شويه بدا يقرب اوكي وكل يعني هما دلوقتي لو انتوا لاحظتوا هنا هتلاقوا تقريبا عامله زي الايه عامله زي الكون لو انتوا شايفين عامله ازاي مخروطه يعني معناه كده ان بعد فتره من الريبليكيشن الدنيا هتقرب من التارجت اللي انت عايزه You should always run a Monte Carlo simulation with multiple initial seeds. ليه؟ لأن أنت هتجيب بقى في الفاينل هجمع دوت واجمع دوت واجمع دوت واجيب المتوسط واقول دوت هو الايه النتيجة بتاعك. لأي سيستم هتعمل له ايه simulation. اوكي؟ تمام الكلام دوت؟ تمام يا دكتور هي يعني الواحده من دي يا دكتور هو بيحسبها ازاي بيجيب عدد اللي هو جاب التارجت فيهم على ال 20 بيطلع له قيمه البروبابيليتي دي ما انت بتقسم على اللي انت وصلت له يعني انت جبتها كم مره هنا 20 مثلا 20 فانت بتقسم على 20 هنا 40 بتقسم العدد اللي وصلت له على 40 تمام هنا وهكذا يعني بتقسم على اخر عدد انت وصلت له تمام فهو ده طبيعي فانت فالمعادلة طبعا الميثود ديت او الالجوريزم دوت يعني بسيط جدا ويقدر يطلع لك الداتا والداتا تحطها في اكسل وبعد ما تحطها في اكسل تبدا ترسم الرسم بتاعتك دي اوكي
النقطة ده هو الجيومتريك ابليكيشن. بقول لي هنا طب انت لو انت عايز اعمل دراسة جينيريت ا بوينت ات راندوم انسايد ريكتانجل ويز اوبوزيت كورنر اوف، انا عندي دلوقتي ايه مستطيل، والمستطيل ده هو عند نقطة الفا واحد وبي بيتا واحد، وعندي نقطة الفا اتنين وبيتا اتنين ما بين النقطتين دول. طبعا المستطيل دوت الشكل ده هو بيقول ولد راندوم نمبر داخل المستطيل، داخل المستطيل. خدوا بالكم هنا، يبقى دلوقتي عايز اولد راندوم نمبر جوه المستطيل. فهو قال لي هنا ايه؟ قال لي هو دي شيء سهل كده، عشان تعمل دهوت يبقى انا عايز اكس وواي، فاكس دي هتبقى ما بين الرينج ده ما بين الالفا واحد والالفا اتنين، بس هنا الاكس هنا انت عايزها في داخل المساحه بتاعه المستطيل. اذا تبقى يونيفورم ولا ايكوال لايكلي؟ هتبقى يونيفورم لان احنا عايزينها تبقى كونتينوس. تمام، واي هتساوي ما بين بيتا واحد وايه وبيتا. اوكي طيب، لو انا قلت بقى الموضوع ده بسيطه صح ولا ايه؟ اه يا دكتور، شوف الاكس والواي مع بعض كبوينت في المستطيل ولا لا، يبقى ان غير كده اوت. طيب تمام. طب انا لو قلت هنا يا محمد انا عايز اولد راندوم نمبر على محيط راندوم فاريبل بقى يا دكتور، راندوم فاريبل على محيط المستطيل، هل دي الايكويشن هتبقى عامله ازاي؟ على محيط المستطيل، على محيط المستطيل. ماشي، فكروا بقى كده، فكروا ايه واكتبوا ظبطوا المعادلات. تمام، يعني طبعا انت فاهمين الكونسيبت، فاحنا عايزين ايه ان احنا نشغل ايه يعني برضو هنا فكره اللي هو عايز يولد. وطبعا هنا بيحاول، انت دايما هتعوز تولد راندوم فاريبل، بس هو بيقول لك يعني ازاي ان احنا هنولد من باستخدام الايه التوزيعات اللي معانا بنولد الراندوم فاريبل اللي انت عايزه. هو عايز نقطه at random on the circumference، هو هنا ده عايز حوالين المحيط، على المحيط of a circle، عايز على circumference بتاع ايه بتاع السيركل. السيركل دايما بتتحدد بحاجتين، السنتر والريديوس. انا عندي كده السيركل كده معروف، فبقول لي انا عايز رقم نمبر رقم عشوائي متغير عشوائي على محيط الدايره دي. تمام، فهو هنا عمل ايه بقى؟ قال ان انا عشان اولد الرقم العشوائي ده هو، قال ان انا عايز اقدر اولده فقط بسيتا، الزاويه سيتا. الزاويه سيتا الدايره عباره عن 360 درجه، فانا هجيب كده يبقى انا عايز يونيفورم بين ناقص باي وباي. طبعا ناقص باي يعني ناقص 180 وباي يعني 180، يعني ما بين الايه ما بين الرقمين دي عايز رقم ايه. طبعا هو هنا شغال بالراديان. اوكي اوكي معايا، يبقى هنا ديت الراديان، يبقى هو ال 180 درجه اللي هي الباي الاولانيه والباي الثانيه اللي تحت بالسالب. فهو بيقول هنا هاخد الثيتا ديت بقى، هقول ان الفا اللي هو المسافه الفا، انا عايز اكس، يبقى هي الاكس ديت هتساوي الفا اللي هو السنتر زائد الرو نص القطر كوزاين الثيتا اللي انت مولدها. فاذا جبت الكوزاين فانت هتجيب الاسقاط بتاع النقطه دي، هتجيب قيمه الاكس، يبقى الفا زائد رو كوزاين اكس، يبقى دي قيمه الاكس بتاعك. وهجيب برضو الثانيه هيبقى بيتا زائد رو ساين الثيتا هيديني الواي، يبقى النقطه دي هتقع على الايه على المحيط. تمام، برضو لما تعمل التجربة وتروح تعملها أو ترسمها هتلاقيك طلعت لك، لو أنت عملت لها مثلا ألف مرة هتطلع لك دائرة إيه مرسومة كاملة إيه. نعم، في
في اي اسئله في النقطه دي؟ تمام يا دكتور. سلمى معايا؟ معاك يا دكتور، بس مش واصله قوي يعني. انا الدايره دي هجيب بيها الاكس، المفروض نقطه الاكس اللي هي موجوده على المربع، ولا صح؟ هي السطر بتاع الاكس العمودي. هنا انت عايزه نقطه عشوائيه على محيط الدايره. النقطه العشوائيه اللي على محيط الدايره هي عباره عن اكس وواي، فانا عايز اكس وواي عشوائي. فالنقطه دي بتعتمد على ايه؟ كلمه اكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن الالفا زائد الراديوس كوزاين الثيتا، هي دي الاكس زي ما انتم شايفينها، اللي هي الحته دي رو كوزاين ثيتا، والحته ده هي بيت، دي البيت اللي فوق البيتا ديت اللي هي رو ساين الثيتا الحته دي. ايوه تمام. فاحنا كده الدنيا كلها واقفه على مين؟ على ثيتا، هي ثيتا اللي بتاثر في الدنيا. فاحنا كده هنخلي موضوع الراندومنس دي جاي منين؟ جاي من الثيتا. فمن هنا ده طبعا يونيفورم، معناه ان كل اي زاويه لها نفس نسبه الظهور، لان يونيفورم اي مكان دي نفس نسبه الظهور. فكده معنى كده النقطه دي هتبقى متوزعه توزيع يونيفورم في كل حته. اوكي، يبقى هنا ايه؟ تمام. يبقى هنا هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ال، هو بيقول لي هنا زي الفكره اللي فاتت، بيقول لي هنا طب انا لو عايز اعمل ايه؟ جينيريت نقطه انتيريور تو ذا سيركل اوف راديوس رو سنترد ات الفا بي. انا عندي دايره زي الدايره اللي فاتت، بس هو عايز النقطه العشوائيه جوه الايه؟ جوه الدايره. فبيقول لي هنا ان انا ايه؟ طب انا هعمل نفس الفكره بتاعتك، انت عايز جوه الدايره، معنى كده جوه الدايره ان الراديوس هيبقى قصير ما دام جوه الدايره. فانا عندي هنا لو كده الراديوس دوت بدا يتحرك لجوه يصغر ويطول، والثيتا تلف، فمعنى كده الثيتا بقت عشوائي والراديوس بقى عشوائي، فمعنى كده ان النقطه هتقع في اي مكان في جوه الدايره. الكلام ده ايه؟ كلام مظبوط، بس عمليا الكلام ده مش مظبوط. اوكي، عايزه معايا مع حضرتك يا دكتور. ايوه تمام. هي رغده ما دخلتش ولا ايه؟ لا ما دخلتش، انا بعت لها على الواتس ما ردتش تقريبا. هي بره او كده. طيب تمام. محمد الاحول معانا؟ مع حضرتك يا دكتور. ايمن معايا؟ ايمن طيب، يبقى احنا هنا ايه؟ يبقى احنا عندنا اليونيفورم هيبقى دلوقتي الثيتا بتلف في اي مكان معايا، الزاويه ثيتا ممكن تيجي هتبقى راندوم فاريبل بتوين ناقص بي ناقص باي وباي. الناقص باي طبعا بالريديان، او تكون بالدرجات سيان لو بالدرجات او بالريديان هتبقى شغال. وهنا الرو هتبقى يونيفورم ما بين صفر وايه ورو، من هنا هتقصر ويطول عشوائي اي قيمه كلها ايه. فبقول لي هنا لو انا بقى قلت ان الاكس هتساوي الالفا زائد الار، لان الار بقى دلوقتي ايه؟ بقى عشوائي هو كمان، والثيتا كمان بقت عشوائي، يبقى ديت نقطتين عشوائيتين معايا همت هيدوني ايه؟ النقط اللي قدامي ده. بس هل دلوقتي النقط ديت متوزعه توزيع يونيفورم؟ هل كلها متساويه في كل حته، ولا انتوا شايفين حاجه مختلفه؟ لا يا دكتور. طيب انتوا شايفين ايه؟ اكتر عند السنتر. هي موجوده اكتر عند السنتر، فطبعا النقطه يبقى كده مش هينفع. احنا عايزين جنريت بوينت ات راندوم وفي ات راندوم انتيريور تو ذا سيركل. تمام، يبقى احنا عايزينها ات راندوم. معنى ايه ات راندوم؟ جوه ان كل المساحات في جوه السيركل
لها نفس اي نقطه لها نفس احتمال الظهور، ما يكونش في نقطه اكتر احتمالا من نقطه. اوكي، فالنقطه هنا ايه؟ يبقى كده الوضع دوت غلط. طبعا لو انت بنيت، خدوا بالكم، لو انت بتعمل دراسه وجيت قلت ايه، فاحنا انت عايز تعمل حاجه زي كده، فالحاجه دي انت هتشتغل بيها حاجه تانية، يعني مش هي دي الحاجه اللي هي الايه اللي انت، مش هو مش التارجت، الدايره التارجت حاجه تانية. فانت طبعا هتيجي باني البتاع دي وباني ديت وكده مظبوط كله تمام، وجيت رايح تشغل بقى النقطه، النقطه ده بقى خدتها النقطه دي عشان تشغلها بحاجه تانية في في في, في الدراسه بتاعتك. طبعا انت لان انت ما رسمتش الدايره فانت ما شفتش الرسمه، طبعا ما عرفتش بقى الايه، ما عرفتش ان في مشكله. طبعا لو دوت احنا رسمناه 3D فهتلاحظوا ان هو شكل الايه، هيبقى شكل تقريبا الكون، ان هيبقى مرتفع من النص، الفريكوانسي مرتفع في النص ومنخفضه على الاطراف، تمام. فدوت هيبقى برضو خطا في لان انت ما انتش عايز كده، انت عايز ان كله زي بعض، الا اذا كنت عايز كده، عايز ان يكون في النص اكتر من الاطراف او في الاطراف اكتر من النص، يبقى انت لازم تبقى انت عارف عايز ايه. فالنقطه ديت اللي انا فعلا عملته ايام الدكتوراه بتاعتي، ان انا كنت بجيب التوزيع واروح ارسم التوزيع، اعمله على اكسل واعمله على الكود واطلع نتائج واروح ارسمه، اقول اه فعلا التوزيع ده مظبوط اللي انا عايزه، عشان ااكد ان التوزيع ايه اللي انت عايزه، تمام. فهو بيقول لي لا ده انكوريكت، الشغل ده مش مظبوط، حد النتيجه المظبوط. فهو هنا قال لي لا احنا هنعمل حاجه ثانيه، في حاجه اسمها طريقه اسمها الاكسبتنس اند ريجكشن، اكسبتنس وريجكشن. قال ايه؟ قال ان اي نقطه هنا، لو انت شفت التوزيع عامل ازاي هنا، ما هو قال لي هنا الجنريتر بوينت ات راندوم ويزن سيركم سكرايبد سكوير اند ذير ايذر اكسبت اور ريجكت ذا بوينت. بيقول لي هنا ايه، لو انتوا عارفين معادله، عارفين معادله الدايره، عارفينها ولا افكركم بيها؟ المحيط، معادلة الدايرة بتاعت المحيط بتاع الدايرة، تو باي ار تاكل، معادلة محيط الدايرة ان الاكس تربيع زائد الواي تربيع بيساوي الرو تربيع اللي هو الراديوس، معادلة محيط الدايرة. كده كده السنتر بتاعها صفر وصفر وال بالظبط، الاكس تربيع السنتر صفر وصفر، فانت عندك الاكس تربيع زائد الواي، طبعا ده معادله اللي هو فيثاغورس يعني في اي نقطه يعني. اوكي، فانت عندك هنا، بقول لي هنا ايه، انا هستخدم طبعا دو واي لو، فبقول لي هنا اكسبت وريجكت، فبقول انا حولد الاكس والاي والواي ما بين ناقص رو ورو، طبعا هنا لان انت هو دلوقتي مسنطرها عند صفر وصفر، سنتر الدائره عند صفر وصفر، فقال انا هاخد من اول ناقص رو وزائد رو، وبرده الواي من ناقص رو وزائد رو، طبعا ديت هتبقى هنا حدثنا. قال لي لو كان الاكس تربيع زائد الواي تربيع اكبر من الرو فيبقى كده ريجكشن، لان انت اول بقيت خارج الدائره، هيبقى كده ريجكشن، يبقى دي ترو، مادام هي ترو هرجع تاني اجيب نقطة جديدة، لان النقطة دي مرفوضة، اوكي، لانها اكبر من الايه، من الروت سكوير، لانها خارج الدايرة، احنا عايزين نقطة داخل الدايرة، واخدين بالكم؟ فالنقطة هنا هيجي رافضها، هيجي يرجع يولد دولة نقطة تانية، فلما يولد نقطة تانية اذا كان الاتنين دولت اقل فهيبقى الكونديشن ده فولس، ومدام الكونديشن ده فولس اذا النقطه اكسبتد، هتبقى النقطه هتبقى اكس زائد، هتبقى الاكس بقى ايه، هتساوي الفا اللي هو المركز زائد الاكس، والواي هتساوي البيتا زائد الواي، وهيرجع لك النقطه اكس وواي اللي هي نقطه اكسبت. اخر حاجتين اللي قلت بالاكس والواي دول هي اللي تضمن لي حته ان
مش متركز. بتقول ايه ايمن؟ علي الصوت شويه يا ايمن. الجزئيه اللي هي الجزئيتين اللي بعد الواي دول هو الاكس بتساوي الفا زائد الاكس والواي بتساوي البيتا زائد الواي. دي هي دي اللي بتضمن لي ان هي حته الداتا بتاعتك ما تتركزش ناحيه السنة. لا 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 دي النقطه ديت انت بتعمل شيفت دلوقتي شيفت للداتا لان انت الدايره بتاعتك مركزها الفا وبيتا فانا بعمل بنقل الايه بنقل الداتا انت واخد بالك لان المركز بتاعك هنا الدايره ديت مركزها 0 و0 النقطه ديت مركزها 0 و0 فانت بتنقل المركز الجديد اللي هو الفا وبيتا واخد بالك يا ايمن انت فاتح المايك وما انت سامعني انا سامع بس مش عارف هو صوته مش وصل لا ما وصلش في وش بيوصلني انا ما وصلش لا طب كده تمام دكتور ولا حلو بس الوش زاد انا كنت حاطط الهاند بريم مش عارف طيب ماشي طيب طيب اقفل بقى المايك ماشي كده شباب كده تمام هو بقى هنا يعني انت بقولك انت عايز تولد رقم متغير عشوائي فانت بتفكر ازاي المتغير العشوائي ده هيطلع بحيث يبقى اكسبتد للرولز بتاعتك اللي انت عايزها وباش انت ما انت واخد بالك فدي دايره كده ده متغير مظبوط نقطه عشوائيه داخل دايره انما ده مش مظبوط طبعا لو انت شغلت بقى ران عملت ران كتير هيبتدى ايه يركز لك التركيز هنا اوكي فانا عندي هنا لما نادي لو انا هعمل ميثود دي الميثود ديت هترجع لي النقطه الاكسبتد يعني مش هترجع لازم بتلف لحد ما تجيب لي نقطه اكسبتد اوكي فدوت الايه الميثود دي ماشي يا دكتور انا مش فاهم برضو هو يعني انا لو طبقت كده هو ليه مش هيخلي لي يعني بوينتس متكرره اكتر ما جايز يعني الارقام اللي انا بعملها جنريتنج دي ما تبقاش فول بيريود وبالتالي هتكرر لي نفس الرقم كذا مره لا 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 وبالتالي لا لا في حتت هتبقى وفي حتت لا انا كده عليك تسدي خدي بالك ان دي فول بيريود دي بتتكلم عن راندوم نمبر ما انا فعلا وانا بعمل جنريتنج للراندوم نمبر ممكن يجيب لي مثلا 4 وبعد كده 3 2 4 5 8 فالاربعه اتكررت مرتين فبالتالي الديستريبيوشن مش هيبقى متساوي برضو يعني انا كده ما عالجتش ان تطلع لي حتت بصي يا سلمى الراندوم نمبر اصلا السايكل بتاعته كبيرة جدا لدرجة ان انت في السيموليشن الواحدة مش هتخلص السايكل فمفيش رقم هيتكرر نهائي في السايكل الواحدة خد بالك السايكل يعني الراندوم نمبر وهو بيجيب لك ارقام عشوائية في السيموليشن الواحدة انا ما اقصدش تتكرر يعني تيجي اكزاكت انا اقصد ان في ارقام تبقى قريبة من بعضها وارقام تانية ما تناداش عليها اصلا يعني انا كده بالكود اللي انا كاتباه ده انا حددت ان الارقام كلها لازم تبقى جوه الدايره بس ما حددتش تبقى فين جوه الدايره ما ممكن برضو تطلع لي اماكن قريبه واماكن لا ولا انا فاهمه دكتور اللي هي حته التكراريه بتاعه الداتا ان هي نقطتين يجوا في نفس المكان في نفس الوقت في نقطه ثانيه ما يجيش عندها اي ما تبقاش حاجز مكان يعني على الدايره بتاعتها والله اقول لك حاجه هو دلوقتي الـ طبعا ده يونيفورم ما بين ناقص رو ورو يبقى هو ماسك من القطر ده للقطر ده دي اكس واي ماسكه من القطر ده للقطر ده دي واي فدوت يونيفورم يعني ايه يونيفورم يعني كله ليه نفس نسبه الحدوث وده لا نفس نسبه الحدوث لو انتوا شفتوا هنا قال ايه ان انا هشتغل على السكوير يعني سكوير لما انا لما اخد من ناقص رو يبقى انا عندي الدايره بتاعتي موجوده في سكوير هيبقى في سكوير كده انا برفض مين اللي بره في الركن ده وبرفض اللي في الركن ده وبرفض اللي في الركن ده وفي الركن ده الداتا دي كلها في السكوير مظبوطه كلها بس انا رفضت اللي ده عشان ما يترسمش عشان ما يطلعليش اوكي فهي كلها السكوير زي بتاعه اللي هو ما بين الالف اللي هو الريكتانجل اللي احنا عملناه بس احنا قصينا الاركان
فعشان توصل لكام فهي يبقى انت الايكويشن الكونديشن ده لازم يبقى ساتسفايد عشان توصل لكام. اوكي يبقى هي كانك بتولد رقم عشوائي في مربع بس انت بتقص الاركان عشان يبقى لك دايره فالكونديشن ده اللي هيقص لك الاركان. اوكي تمام يا سلام. تمام يا دكتور. طيب الاصعب بقى عشان يعني ايه انتوا كده في الدلع خدوا بقى الاصعب. هنا بيقول لي ايه suppose that an infinite family of infinity long vertical lines are spaced one unit apart in the x y plane. انت عندك هنا خطين اهوت شايف الخط ده اهوت وعندك الخط ده خطين اهوت infinity موصلين الانفينيتي مع بعض متوازيين الخطين دول هما بعيد عن بعض 1 unit apart هنا صفر وهنا واحد بعيد عن بعض ايه وحده واحد واحد يونت. اوكي بقولي لو انت عندك نيدل عندك ابر اوف لينس ار اكبر من الصفر اللينس بتاع الابره ديت اكبر منين من الصفر از دروب at random فانت رميت الابره ديت على انت راسم الخطين دولت على الايه على الورق الورق اهوت عندك اكس وواي اهي والخط مع الواي انت عندك الخطين دول فانت رميت الابره فوق الخطين دول فوق is dropped at random onto the plane what is the probability ايه احتمال ذات it will land crossing at least one line ايه احتمال انها تقطع على الاقل خط واحد نحصل لها انها تقطع خط واحد شايف هو كده لما اترمت كده ما قطعتش خطوط الابره دي طولها ار لما اترمت كده ما قطعتش الخطوط فبقول لي ايه احتمال ان انا ارميها فما تقطع خط واحد على يعني هنا يا تقطع خط واحد يا تقطع الخطين ايه الاحتمال ده هو بيقول لك ايه احتمال النقطه دي ايه رايك في التجربه دي سامعني ايوه سامعين حضرتك طيب فهو بيقول لي هنا ايه الكوردينيت الابره ديت لها نقطه فوق ولها نقطه تحت اللي هي بتعبر عن اللي خط المستقيم بتاع الابره بنقطه الطرد ده فانا عندي هنا اليو عند وعندي الفي اليو النقطه الاولانيه الفي هي عباره عن الزاويه سيتا الار كوزاين كوزاين سيتا انا ما اعرفش انا اللي بخرج من على النت ولا حد فيكم اللي بيخرج من على النت فانا عندي الفي وعندي الايه وعندي اليو نزي خرج انتوا معايا اي دكتور ايوه مع حضرتك فهو هنا بيقول لي ايه فبقول لي هنا عندي اليو از اكس كوردينيت of the left hand end point هو الاكس بتاع الايه الشمال النقطه بتاعت الابره من الشمال والفي از اكس كوردينيت اوف ذا رايت هاند اند بوت تمام يبقى ده الاكس كوردينيت بتاع النقطه دي وده الاكس كوردينيت بتاع النقطه دي طيب بيقول ان الفي هتساوي اليو زائد ار كوزاين سيتا الكلام ده مظبوط The needle crosses at least one line if and only if. لو كان ال V أكبر من الواحد. الكلام ده مظبوط بقى ولا مش مظبوط؟ وبقول لي إنها هتقطع خط واحد على الأقل إذا كانت ال V أكبر من الإيه؟ من الواحد.
يعني في هنا كانت هنا، معنى كده ان النقطه ديت بقت بره كده، بقت في حته هنا، معنى كده ان اليو دي ممكن تبقى في الحته دي، فالفي دي يبقى في الحته دي او في الحته دي او في الحته دي او في اي مكان، فتقطع الخط ده، فكده هيبقى ايه، هتبقى قطعته. تمام. اذا الكونديشن اللي هيقول لي او الايفنت اللي انت بتدور عليه ايه، الايفنت اللي انا بدور عليه ان الفي تكون اكبر من واحد، لو دوت حصل يبقى انا كده قطعت الخط، قطعت خط على الاقل، قطعت خط. تمام. فهو مش همه ان انت تقطع الخطين، هو همه ان انت على الاقل خط واحد تقطع. فهو بيقول ان هنا ايه، ان انا هقطع خط واحد اذا حدث الايفنت ده ان الفي تكون اكبر من الواحد. فلو حصل ان الايفنت ده حصل، يبقى انا هسجل في الفريكوانسي تيبل ان حصل، وان انا إيه، ان انا قطعت الخط ده. تمام. فمن هنا هيبتدا يعمل ايه السيموليشن ايه بتاعه. شوف كده مع بعض، البروجرام ده اسمه بافن، وهو مونتو كارلو سيموليشن. طبعا هو بيستخدم اللايبراري اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو الراندوم نمبر، الراندوم نمبر الميثود اللي احنا عملناها وشغالين بيها. وهنا حط السيد بناقص واحد، فاعتقد سيد ناقص واحد دي معناها ان هو هيجيب من الساعة. يا ايمن، يا محمد فوزي، لو انا حطيت سيد ماينس واحد معناها هيجيب من الساعة الانيشال سيد. هيجيب من ايه؟ من الساعة بتاعت الكمبيوتر الانيشال سيد. لا ما اعرفش ده يا دكتور. ما تعرفش ازاي؟ ما انت كاتب في الكود كلام كده وانت مش عارف، يعني مش عيب برضو الحركات دي؟ لا ممكن نتقابل يا دكتور في ميتنج واشرح لحضرتك انا كاتب ايه. ماشي خلاص ماشي. يبقى هو هنا انا عندي البوت الانيشال سيد، عندي فانكشن او ميثود عشان تغذي الانيشال سيد اللي انا كلمتكم عليه ده، اسمها بوت سيد. هتلاقيها في اي برنامج بتبرمج، باي كود، باي حاجه. انت عندك حاجه بتقول لك بوت سيد اللي هي بتعمل انيشاليزيشن للسيد، فديت يا اما تحط الرقم اللي انت عايزه، لو حطيت ناقص واحد ده معناه ان انت تخليه ياخد يستخدم الساعه بتاعتك، يجيب الساعه وياخد كانيشال سيد اللي هي الساعه دلوقتي كام، الساعة 9:24 دقيقة، بيضربها في الدقائق والساعات والثواني، ويضرب الكلام دوت في التاريخ دوت والتاريخ دوت، يجيب لك الرقم من 1900 لحد دلوقتي احنا عدينا كام ثانية. الرقم دوت بقى يدخله initial seed، يعني بياخده من الساعة. فتخيل بقى ان انت في كل لحظة الانيشال سيد مش هيختلف، هيبقى مختلف. فمن هنا الدالة ديت بتقول get seed، لان انت خلاص مش انت سجلت seed اهو، طب انا هتهولي بقى عشان انا ببقى عارف انت استخدمت ايه. فالفانكشن ديت عشان تسجل، او بقول لك trap the value of initial seed، يعني اصطادها، يعني امسك اللي انت استخدمته. اوكي. فنيجاتيف واحد معناه بتخلي السيستم ياخد لك رقم عشوائي initial seed من عنده اوتوماتيك. وبعدين فانت بتقول له عشان يعني احتمال ان انا احتاجه وولد نفس الداتا تاني، فهو بينادي على الميثود ديت عشان تجيب له الانيشال سيد اللي هو استخدمه. فهو طبعا المفروض ان في متغير يسجله فيه. تمام. هو هنا سجل الايه الانيشال سيد اهو بتاعه. فبقول هنا inspection of the program definitely state have to solve the ايه. فهنا بقول ايه، لو احنا بصينا على ال هي السيد اللي هي الاكس نود، الانيشال سيد هي الاكس نود، اللي هي الاكس، نعم الانيشال سيد اللي هي الاكس نود، نعم. يعني احنا ممكن نحط اكس نود بتساوي كذا طبعا، ولا يعني دي لها وظيفه ودي لها وظيفه ولا ايه؟ الاكس نود دي الانيشال سيد بتقول لك، وبعدين يا عز انتوا عارفين انا مش... يعني انا 2 اس 31 ناقص 1 تمام، 2
2 اس 31 ناقص 1 اللي هو كان مش عارف ب 2 مليار او مش عارف وكام و 214 مليون حاجه كده رقم كبير. فهو دلوقتي ده الرقم ده لما بيخلص في السيموليشن بيرجع تاني. فمعنى كده ايه؟ ان هو دلوقتي طب هل انا ابدا من الواحد ابدا من الاثنين ولا ابدا من ايه؟ فهو بيقول لي هتبدا انا هعمل ابدا كل بدايه بتديك التابع اللي هو عند البدايه دي. انت سامعيني ولا مسامعيني؟ تمام تمام عمر حضرتك. انا بحس ان انا بخرج يعني. لا 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 تمام. لا هو أمال مين اللي بيخرج؟ أنا بحس إن في حد بيخرج وباد نتورك كواليتي. هو خلصت تهنيج يعني ممكن الواي فاي بتاعتي ماشي. فهو هنا الـ initial seed بتقول لي أنت عايز تبدأ العشوائية من هنا حتة. تمام. فأي بداية بيبقى فيه عشوائية مختلفة. أوكي؟ فأنت فهو ده الـ initial seed. عشان كده بقول لك خد اكتر من انيشال سيد واعمل الرن بتاعتك اكتر من مره باكتر من انيشال سيد وخد الافرج في النهايه. تمام ماشي. فاحنا هنا ايه اللي حصل؟ هنا بقول هنا دروب راندوم. طبعا اعتقد الكلام ده هيبقى موجود في الكتاب وتفاصيله مكتوب. اذا انت is interpreted mod to mean that you and theta are independent. بقول لك ان هنا عندك random number عندك ال u والثيتا are independent. وبالك بقى هنا لو احنا رجعنا تاني بص بقى هو بقول لي هنا يبقى انا عندي ال v ديت هي اللي هتحكم الدنيا بحال. فكده ان ال u هتبقى random number. اليو ديت نقطة البداية ديت ممكن ايه بتاخد ما بين كام وكام؟ محمد الأحمر اليو راندوم نمبر ممكن تاخد ما بين كام وكام؟ ممكن تاخد يا دكتور يعني على حسب راندوم نمبر يعني ما هو أقل من لحظة لحظة هي اليو هي نقطة البداية بتاعت الايه النيدل ديت اللي هو الإبرة اللي هيرميها دي نقطة البداية الإكس. اليو هي الإكس مش الواي هي الإكس. اليو هي الإكس بتاع نقطة والفي هي نقطة الإكس بتاع نقطة النهاية. فهو بيقول لي هنا إن المشكلة ديت فيها جزئين عشوائيين. الجزء الأولاني هي نقطة البداية والجزء الثاني هي الزاوية سيتا. في انا عندي عشوائيه في الزاويه ممكن تكون اي زاويه لما ارمي الابره تعملي اي زاويه تمام ولما ارمي الابره تديني اي بدايه انما الفي دي ده ديبندنت النقطه دي هتبقى ديبندنت على ايه على نقطه البدايه وعلى زاويه سيتا لان الار هنا فيكسد. تمام يا شباب. طيب يبقى احنا دلوقتي السؤال اللي جاي بقى ايه اليو هتبقى راندوم نعم راندوم فاريبل هيبقى ما بين كام وكام؟ سلمى هيبقى ما بين كام وكام؟ لا مش عارف راندوم فاريبل بتاع اليو ولا سيتا ما بين كام وكام؟ لا بتاع اليو ولا السيتا؟ اليو كام؟ مثلا ما سمعتش ما بين الزيرو والوان. ليه ما بين الزيرو والوان؟ عشان الفي عشان الفي المفروض تبقى يعني يو والفي المفروض يبقوا قبل الواحد عشان تقطع الواحد. اليو والفي يكونوا قبل الواحد. لا يا الفي دي الفي ممكن تبقى بعده. تمام انا اقصد يعني ان اليو والفي يقطعوا الواحد فاليو المفروض تبقى قبل الواحد طيب. عشان الفي تمام معلش طيب تمام طيب والسيتا
نسيت المرورين كم كان احمد فوزي. اوكي نسيت كم يا ايمن نسيت ما بين كم وكام من 0 ل 90 ولا اي سيتا من 0 ل 90. طيب هو هنا دلوقتي الايه التجربه العشوائيه هنا، فانا هنا المفروض حرم الابره، فانا دلوقتي حرم الابره ما بين الخطين. طيب المفروض التجربه بتقول لي ان انا هتقطع احد الخطين، فهو بيقول لي ان انا حرم الابره كده ما بين الخطين. يعني ايه ما بين الخطين؟ يعني تكون البدايه تكون بين الخطين، البدايه ما بين الخط. طبعا والخطين المسافه ما بينهم زي احنا ما اتفقنا انها 1 يونت. فدلوقتي هنا البدايه هتبقى ما بين الخطين. قال لي انت بتقول ايه؟ فبقول له ان لما ارمي الابره الزاويه هتعمل لي زاويه سيدا. الزاويه سيدا دي هتكون لا حريه انها تكون في اي مكان، ممكن تكون تحت في الجنب الورا رايحه كده رايحه في اي كده، ما ممكن السيدا تروح في الناحيه الثانيه في اي مكان. قال لي هنا هتبقى النقطه الثانيه اللي هي ايه، هتبقى الفي هتبقى ديبندنت على ايه، على يو. الفي هتبقى ديبندنت على يو وعلى سي. فالفي هنا طلع، فقال لي عشان تحسب الفي عايزين راندوم نمبر يولد لنا اليو، وراندوم نمبر يولد لنا راندوم فاريبل يولد لنا الايه، فاريبل يولد لنا ايه، السي. فالكلام ده هو اللي عمله في الحته دي. فبدا هو يعمل هنا، قال ان اليو هم ار اندبند، انما الايه الفي هتبقى ديبند. من هنا اليو هتتولد ما بين 0 و1، والثيتا هتتولد ما بين ناقص باي على 2 وايه وباي على 2. يعني هتاخد ال 180 هتاخد ايه، لا هتاخد 90 من فوق و90 من تحت. هتاخد الايه الجزء عشان ايه، يعني عشان يعني كاني نفس الايه نفس الفكره، بس احنا خدنا النص ال 90 90 من فوق، يعني خدنا الربع الاولاني والربع الرابع. اوكي. فبدا هو بيقول لما لو ان عملنا التجربه ديت بقى وعملنا رن عدد لا نهائي، يعني عدد كميه كبيره، هيتولد عندي الايه، هيتولد عندي الخط ده. بيقول لي دوت المنقط ده هو البروبابيلتي، ان البروبابيلتي اللي هو الخط ده، شايف الجزء الابيض ده البروبابيلتي ان هو ما يقطعش، يعني هيحصل المساحه ده اهي، المساحه دي. طبعا المساحه دي المفروض ادي من صفر لواحد، المفروض المساحه دي كلها مجموعها واحد. فهو بيقول لي ان المساحه ده هو احتمال ان انت ما تقطعش، او عدد المرات اللي هو مش هيقطع البروب بتاعه، وان المساحه ده اللي هي المساحه دي هو احتمال ان هو ايه هنوي. طبعا اللي طبعا قال لي هنا ان ايه، ان النقطه ده هي اكتر نقطه عندها الايه الماكسيمم ان هو يقطع كتير، اللي هي المسافه دي. شوف المسافه دي قد ايه كتير قطع. فهو بيقول ان انت دلوقتي بتولد اليو دي اهي ما بين 0 و1، 0 و1 اليو عشوائي، والسيتا ما بين باي على 2 وناقص باي على 2. فان عندك لما اليو يتقرب من الصفر فانت عندك احتمال كبير خالص ان ما يبقاش فيه، انما تقطعش التاني خالص لما تقرب من الصفر. لما اليو البدايه تبعد عن الصفر، كل ما تبعد تبتدا تحصل ايه البروبابيلتي ان هو يقطع الخط التاني اكتر. تمام. فانت عندك هنا في نقطه فاصله هنا اللي هي نقطه ان اليو تخترق الواحد طول الايه طول الابره. فانا عندي هنا الابره واحد ناقص الار، فالمسافه ده اهي ان هي ان الابره الابره طولها كده، المسافه دي لحد دي هي الايه الار. فلو ديت المسافه من اول هنا لحد هنا طول الابره، يبقى المسافه من صفر لحد هنا هي واحد ناقص ار، لان المسافه دي ار.
واخدين بالك من المسافة من هنا؟ يعني الار الإبرة أقصر من الوحدة، أقصر من واحد. فهو بقول لما أنا عملنا التجربة إن الار مثلا سي الار بتمانية من عشرة، لو الار بتمانية من عشرة إذا من صفر لاتنين من عشرة كان تقريبا مفيش أي، مهما لو الإبرة اتنططت مش هتطول الطرف التاني، لأن أنت أصلا الإبرة طولها تمانية من عشرة وأنت البداية بتاعتك واحد من عشرة، فما فيش أي تقاطع للخط. أوكي؟ أول البداية ما تبقى أكتر من يعني يحصل تبقى مثلا 3 من 10 يحصل بصيص أمل، لا يحصل جزء احتمال يتقاطع بره، احتمال صغير. الاحتمال ده بيزيد إذا اليو بدأت تروح تخش جوه، البداية تخش جوه، يبقى الاحتمال طبعا الماكسيمم لو كانت البداية عند الواحد، فده ده 100% انت هتقطع الايه، هتقطع الخط خلاص. تمام؟ فدوت الايه، طبعا هنا لو انتوا لاحظتم ان طول الابر، طول الابره هو متغير، متغير ثابت. لو انا غيرت الار لو زاد فالكميه دي هتقل، لو الار دي زادت بقى 9 من 10 هيبقى دي 1 من 10، الطول ده هيمد بوزه اطول. اوكي؟ لو الار دي بقت اكتر من الواحد فانت تتوقع ان الايه الكيرف ده هينزل كده ويطلع ايه، ويطلع كده، ويتفضل الجزء في الشوائب كده، كل الار ما هتزيد كل الدنيا ما تتقيه ما تتغير خالص. تمام؟ تمام؟ تمام يا دكتور. فهمتوا الـ فهمتوا الـ التجربة ديت؟ اه. دي بعض طبعا التكوينات، اعتقد ديت الايه الـ 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 الجزء الايه الرياضي بتاع المساحة عشان يجيب المساحة الايه اللي هو بيقطع فيها. التجربة دهيت ممكن تقدروا تعملوها. التجارب دي مهارة التعامل كلها، تجارب المونتي كارلو سيموليشن، ما بيبقاش فيها الزمن، انها بتتعامل في اي وقت بتطلع نفس النتائج، الزمن ماليش علاقه بيها خالص، فهي اسمها مونتي كارلو سيموليشن لانها ستاتيك. فاحنا عندنا هنا التجربه دي ممكن تتعامل تثبت على الاكسل وتستخدم الراندوم نمبر بتاع الاكسل، الراندوم نمبر اللي في الاكسل، والمعادله بتاعتي اللي هي المعادله بتاعتي اللي هي ديت، وبعدين ابتدى احط معادلاتي واولد الداتا كتير واقعد ارسم الداتا بتاعتي واشوف الايه الشكل دوت هيطلع معايا شكله ايه. تمام؟ نفس كل حاجه ده برضو ممكن يتعامل على اكسل ويشوف برضو ايه الشكل بتاعه هيطلع عامل ازاي ويرسم النقط اللي هتطلع معايا. اوكي؟ الناس اللي تقدر تعمل ايه بتعمل الكود، هتعمل الكود. الناس اللي تقدر تعمل يعني طبعا يفضل ان احنا ايه ان شاء الله حتى نطلع الداتا بالكود ونرسم بالاكسل. طبعا الناس اللي مش شغاله على الكود بتاع السي بلس بلس او سي شارب او في الباكج، اللي هم الناس اللي مش شغالين باي كود يستخدموا الراندوم نمبر بتاع الكود اللي عنده. يعني مش مهم الناس اللي هو عنده اللي شغال بسي شارب ممكن يستخدم الراندوم نمبر بتاع السي شارب. اوكي؟ يعني الراندوم نمبر اللي موجود في الباكج، احنا بس احنا وصلنا احنا عايزين ندرك اللي ايه اهميه الراندوم نمبر وفكره الانيشال سيد وايه تاثيره وازاي بعمل الحاجات دي. انما هو حاجتين برضو مهم، بس احنا ممكن عشان اللود طبعا اللي بنى اللي عنده الكلاس، ممكن انا لو الكلاس عندكم او انا ابعت لكم الكلاس كلها كامله بتاعة الفايل بتاع السي شارب،
او ان انت تستخدم الراندوم نمبر بتاع السي شارب نفسه وتشتغل عليه التجارب ديت وتطلع النتائج، والنتائج تطلع في فايل على اكسل وترسم الايه، ترسم تاكد المعلومات دي كلها وتقسمها. اوكي، الحاجه زي ديت برضو اتعمل على السي شارب وحولد 1000 نقطه، وبعد كده تاخد تعمل هيستوجرام على الاكسل، يعني تولد بالسي شارب او تولد بالاكسل الناس اللي يمش، وتطلع الداتا وتبدأ ترسم الرسومات بتاعتك. ماشي، فانا عايزكم تاخدوا المحاضره كلها واحده واحده، كل حاجه تتعمل وتطلع الايه من اول ايه من اول هنا معادله يتعمل كل واحده 1000 مره وتطلع النتائج بتاعتها وترسم الهيستوجرام، كل واحده ترسم الهيستوجرام بتاعها وتقداها يتعمل 1000 مره وترسم الهيستوجرام دي 1000 مره وترسم الهيستوجرام بتاعها وتشوف ايه التغيرات في الشكل الهيستوجرام بتاعها. دي برضو اللي هي ثلاثة برضو نعملها ونرسم، بس مش هنتابع الشكل دوت، نعملها 1000 مرة ونتابع البروبابيليتي دوت ونرسم الرسمة دي وتشوفوا لو في الإكسل برضو بيعمل إيش يسيت ولا لا. أوكي، الشكل ده كل الايه كل المحاضرة ايه. طبعا المحاضرة دي خدت اكتر من وقتها، احنا كنا يعني كنت متارجت ان احنا هنبدا في المحاضرة اللي بعد التانية، بس خدت وقت كتير. ماشي يا شباب، في اي اسئلة ولا حاجة؟ لا شكرا يا دكتور. ايوه عز عايزة معايا؟ شكرا. ايوه مع حضرتك اهلا. شكرا. ماشي ماشي يا محمد. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. ماشي يا محمد، اشوفكم على خير. سلام عليكم. وعليكم السلام.